وبس عشان الناس اللي هتشوف اليوتيوب، الآية اللي هنقراها دي لما موسى الرب ظهر له وهو في البرية، وبعدين قال له هتروح تخرج الشعب من أرض مصر. فموسى احتاس، بدأ يقول له أعذار، طب ما هو كذا وكذا، وبعدين سألوا السؤال، قال له طيب لو سألوني اسمه إيه إلهكم ده، لو فرعون سأل اسمه إيه، لو الشعب سأل اسمه إيه إلهكم ده، أقول له إيه؟ فالرب قال لموسى عدد 14، فقال الله لموسى أهي الذي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. لنروح تاني لإنجيل يوحنا إصحاح 6، إنجيل يوحنا إصحاح 6، ومش هتعب حضراتكم كتير، هنفضل في إنجيل يوحنا. يوحنا 6 عدد 32، واحنا بنقرا المقطع اللي بعد ما اشبع الجموع. الرب يسوع في بداية الإصحاح أشبع الجموع، والتلاميذ ركبوا السفينة وعدوا الجنب الثاني، والرب يسوع تبعهم بعد كده، والجموع بدأوا يدوروا على الرب يسوع. عدد 32، فقال لهم يسوع الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. قال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. حقيقة كتير من الناس في كل الأديان بيدوروا على الشبع الحقيقي، في كل الثقافات بيدوروا على الشبع الحقيقي. النهاردة وكم اجتماع الرب يسمح، هنمشي مع بعض في سلسلة في إنجيل يوحنا عنوانها الرئيسي أنا هو. في العهد القديم لما الله ظهر لموسى وقال له روح للشعب عشان تطلعهم، طب أقول لهم إيه؟ اسمه إيه؟ فقال له أهي الذي أهي، بالإنجليزي I am that I am. والمعنى بتاع الكلمة في العبري هو إنه أنا القائم بذاتي، أنا أوجدت نفسي، محدش جابني، أنا الكائن بذاتي. والكلمة في العبرية من 3 حروف، مش محتاجين نتكلم عنهم، لكن الفكرة إنه أهي الذي أهي
أو I am that I am. أنا الكائن بذاتي. أنا الله الواحد الأحد. أنا الذي لا شريك لي. أنا اللي أوجدت نفسي قبل الوجود. أنا كنت موجود قبل مخلق الخليقة، قبل مخلق الكون. أهي الذي أهي. والمدهش، ودي السلسلة بتاع الكلام اللي احنا هنتكلم فيه، انه الرب يسوع المسيح، ناس كثيرة بتتخيل انه نبي، وهو نبي وخاتم الأنبياء، وهو خاتم المرسلين من الله، لكن أعظم كمان، قال عن نفسه نفس الكلمات أو نفس الكلمة اللي ذكرت في سفر الخروج. I am، أنا هو. واللفظ لما قالوا كان صدمة بالنسبة لليهود، لأن هم عارفين I am اللي موجودة في العهد القديم، لكن الرب يسوع المسيح عايز يقول لكل حد مننا أنا هو، أنا الكائن بذاتي، أنا اللي موجود، أنا أخدت جسد دلوقتي وأنتوا شفتوا إن أنا اتولدت من مين، لكن أنا موجود قبل ما اتولد، أنا موجود في الوقت اللي كان موسى وأنا اللي كلمت موسى. بعدين درجة إن هم في موقف من المواقف، هو أنت أعظم من أبونا إبراهيم؟ فكانت الإجابة المباشرة من الرب يسوع المسيح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، قبل ما يكون إبراهيم I am، أنا موجود. ناس كتير بتشك ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مع انه واضح وضوح الشمس في الكتاب المقدس. في انجيل يوحنا بنلاقي سباعية رائعة، الرب يسوع بيعلن عن نفسه. يوحنا 6 انا هو خبز الحياة، يوحنا 9 انا هو نور العالم، يوحنا 10 انا هو باب الخراف، يوحنا 10 أنا هو الراعي الصالح، 11 القيامة والحياة، 14 أنا هو الطريق والحق والحياة، 15 أنا هو الكرمة الحقيقية. رب يسوع المسيح هو كل شيء، هو الكل في الكل. في إصحاح 6 بدأ بمعجزة إشباع الجموع، ناس جاية كتيرة، وبعدين التلاميذ بيسألوه نجيب أكل منين للناس دول؟ ما عندناش غير 5 أرغفة. طيب هاتوا ال5 أرغفة اتكؤوهم وأشبع الجموع. وأشبع الجموع، وبعد المعجزة التلاميذ عدوا الجنب التاني وهو لحق بهم. الناس بتدور عليه فبيسألوه انت فين؟ كانت الإجابة، لأن هو الله اللي كاشف كل الأمور، انتوا بتدوروا عليا. السبب الأساسي اللي انتوا بتدوروا عليا لأنكم أكلتم من الخبز فشبعت. ده كل الموضوع. انت كأنه وناس كثيرة بتتعامل مع الله، مع الرب يسوع بنفس الطريقة، نتبعك لماذا؟ لأنك تشفيني. أتبعك لماذا؟ لأنك تشبعني، لأنك تديني الشغل، لأنك تحافظ على الولاد،
لأنك كذا وكذا وكذا، وكأن اسمحوا لي استخدم اللفظ، وكأنه سوبر ماركت فقط نتبعه لأنه يسدد احتياجاتنا، فقط لأنه يسدد احتياجاتنا. بعدين بدأ يتكلم معاهم، أنا هو الخبز اللي نازل من السماء. قبل ما أكمل وعايز أقول إن هنا مش بيتكلم عن التناول على الإطلاق، لأن ناس كتيرة بتاخد يوحنا 6 وبيقولوا إن هو من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. يوحنا 6 ملهوش عقائديا أي ارتباط بكسر الخبز أو بالتناول. أنتوا معايا؟ معايا؟ يوحنا 6 بيتكلم عن حاجة تانية خالص، مش بيتكلم عن التناول أو كسر الخبز. وبالتالي كل تعليم بيتحط على يوحنا 6 على إنه بيتكلم على التناول بيبقى تعليم غير دقيق كتابيا. أمال إيه أنا هو الخبز النازل من السماء؟ عايز أمشي مع حضراتكم أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. عدد 41، فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الأب. إذن هنا مش بيتكلم عن الخبز الأكل، بيتكلم على التبعية، الإيمان، قبول جسد المسيح الكفاري ليبذل وليموت ودمه ليبذل ويسفك لأجل خلاصك وخلاصي. لا يمكن انك تقدر تقبل ده وتتبع المسيح في ده ما لم يكتذبك الاب. لا يمكن انك تيجي للمسيح الا لو اكتذبك الاب. طب ليه؟ كلنا عارفين ان الانسان اتخلق على صورة الله، ولما اتخلق على صورة الله وعصى فسقط، أصبح الإنسان ميت، ميت بالذنوب والخطايا، والإنسان الميت لا يمكنه أن يأخذ قرارا، لا يمكن للميت أنه يعمل أي حاجة، لا يمكن للميت أنه يكتشف أنه الحياة في المسيح فيتبع المسيح. أمال إزاي؟ إن لم يكتذبه الأب. الله الأب بالروح القدس يحيي الإنسان الميت، ولما يحيي الإنسان الميت عينيه تتفتح ويدرك إن لا خلاص بدون المسيح فيتبع المسيح. أنا هو خبز الحياة، أنا الخبز النازل من السماء. ناس كتيرة قوي بتتخيل إنها ممكن تصل أو تصل للإشباع الروحي في العلاقة بين الإنسان والله عن طريق ممارسات دينية. وأنا لما بتكلم ممارسات ما أقصدش ممارسات غير مسيحية،
حتى المسيحيين اللي ولدوا في أسر مسيحية ممكن يروح الكنيسة أو يروح المسجد لو شخص مسلم، أو يروح المعبد لو شخص من الديانات الوضعية، ويمارس أي ممارسات، لكنه لا يمكن على الإطلاق أن يصل إلى إشباع داخلي أو راحة داخلية من خلال ممارساته اللي بيمارسها. لا يشبع قلب الإنسان إلا الخبز النازل من السماء. لا يشبع قلب الإنسان إلا العلاقة الشخصية بينك وبين الله من خلال المسيح. الله من محبته أهيا الكائن بذاته، أرسل روحه عشان يفديك ويفديني. وعشان الصورة تبقى واضحة فحطها في صورة خبز. يهود قالوا له: أبائنا أكلوا المن في البرية وماتوا. عارفين قصة المن؟ قصة المن بمنتهى البساطة للناس اللي ما تعرفهاش، الشعب هو خارج من أرض مصر، اتذمروا على موسى، فالله نزل ليهم أكل من السماء اسمه المن. والمن كان ليه بعض المواصفات. المن بيرمز لكلمة الله. المن كان الله كل يوم كل واحد لازم يروح ياخده بنفسه. وياخده الصبح بدري. وياخد احتياجات اليوم، اليوم كل يوم بيومه. حتى ان ناس قالت لألا نيجي بكرة ما نلاقيش، فخدوا كتير قوي. اكتشفوا انه دود اخر اليوم بعد ما اكلوا وشبعوا واللي فاض دود. فموسى قال لهم: بقى مش مصدقين الرب؟ لكن في لفظ مكتوب في سفر الخروج عن موضوع المن، ان اللي خد قليل ما احتاجش، واللي خد كتير ما فاضش منه. طيب يعني ايه الكلام ده بالنسبه لنا في العهد الجديد؟ المن بيرمز لكلمه الله، وكلمه الله بتكلمنا عن شخص المسيح. كلمه الله انت محتاج تاخدها بنفسك. كل واحد مننا محتاج يروح لكلمة الله، ومحتاج يروح لها يوميا فريش، طازجة. كل يوم ليك غذاء مختلف من كلمة الله. كل يوم محتاج تروح تشبع من كلمة الله وبنفسك. ناس كتيرة قوي، ناس كتيرة قوي بس ما بتبذلش جهد لدراسة الكلمة أو لفهم الكلمة، وبس عايزين القسيس يقول لهم، الخادم يقول لهم ده صح، لكن أنا محتاجة أتدرب إن أنا أأكل نفسي بنفسي. محتاجة أتدرب إن أنا آكل. كاتب العبرانيين بيقول إنه إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان. المفروض بسبب علاقتكم مع كلمة الله لوقت طويل خالص، المفروض تكونوا وصلتوا المستوى إنكم تكونوا معلمين، لكن للأسف لسه محتاجين حد يعلمكم البدايات الأساسيات بتاع كلمة الله. ليه؟ لأنكم أطفال. الطفل بيشرب اللبن، والطفل محتاج حد يسقيه اللبن، لكن لو الطفل ده لما بيكبر بيبدأ هو يأكل نفسه.
ده بنفس الطريقة على المستوى الروحي. في أمور دسمة محتاجين حد يساعدنا. لو أنت بتنمو في فهم كلمة الله هتلاقي الروح القدس هيقودك للفهم ويساعدك أنك تفهم. المقطع اللي أنا قلته لحضراتكم في رسالة العبرانيين: كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، لكن في الآخر بيقول لأن البالغين بسبب التمرس، التمرن، الإكسرسايز، صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. ده المين دول؟ البالغين الناضجين اللي ناموا، اللي اتدربوا في دراسة كلمة الله. أبائنا أكل، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، لكن أنا اللي بيأكلني لن يموت. إزاي لن يموت؟ إحنا بنتكلم إن المسيح هو الخبز الحي، الخبز النازل من السماء، فإحنا بنتكلم على نطاق روحي، علاقة روحية. فلما بتقبل المسيح كخبز الحياة، كمصدر الحياة، وأمنت به كمخلص شخص لحياتك، أنت انتقلت من الموت إلى الحياة. ففي مسيرة الحياة بتموت بالجسد، لكن روحك هتبقى معاه. اللي هياكل جسدي لن يموت، هيكمل في المسيرة، هيبقى موت الجسد بالنسبة له مكسب. وده اللي قاله الرسول بولس، إن أنا نفسي عندي اشتياق إن أنا أموت وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. أيمن مش هيعاني من النقرس، وجيم مش هيعاني من أي ألام في العمود الفقري، سين وصاد وعين وغين وفه، هنبقى في أجساد كاملة ممجدة، لا إرهاق لا تعب. الشخص المؤمن اللي مش واضح بالنسبة له ده لسه ما أكلش من خبز الحياة، لأنه لو أكل من خبز الحياة، الحياة في العالم مجرد مرحلة، مجرد رحلة. امتى ويجي الوقت ده؟ ليه صديق طبيب هاجر من مصر، وهو بيهاجر انا كنت بوصله في المطار، وبعدين ومعانا خادم تاني من كنيسة الإخوة، فبنتكلم مع بعض، فبقول له: يا فلان، يا ترى ايه المكان اللي بعد اللي انت رايحه؟ دولة نظيفة ومحترمة. فرد الخادم قال لي: اعتقد يا أسيس المرحلة اللي جاية السماء، لان مفيش احسن من السماء. فاحنا بنهاجر عشان نعيش الكم سنة اللي هنعيشهم بطريقة ولا باخرى بطريقة افضل. فما بالك لما تهاجر للأبدية، هتعيش إزاي؟ هتعيش إزاي؟ تاني بعيد الناس اللي هتشوف الخدمة على اليوتيوب، ما فيش أبدية بعيدة عن شخص المسيح. هو خبز الحياة، المصدر الوحيد للحياة اللي تستمر إلى الأبد. واحد من المفسرين القدامى جدا في مقارنته ما بين المن والمسيح هو الخبز، قال ثلاث أفكار عجبوني قوي. الفكرة الأولانية: ليست القيمة القصوى في البركات اللي بيعطيها الله لنا لتسديد الاحتياجات المؤقتة أو الوقتية. الفكرة الثانية: أن البركات المؤقتة أو الزمنية لا تنقذ من الموت،
عيد تاني. البركات الزمنية لا تنقذ من الموت. فأنا مثلا بطلب من الله شغل، أعطاني شغل وشغل حلو، الشغل مش هينقذني من الموت. يا رب اديني صحة، بقيت صحتي فلة، بس الصحة الفلة دي مش هتنقذني منين؟ من الموت. يا رب أنا عايز أعيش في وعطاني، ده مش هينقذني من الموت. لكن الفكرة الثالثة، ما زال، والكلام للشخص ده، ما زال هناك احتياج لشيء أفضل من البركات الأرضية تعطينا تمتع وقتي وامتداد أبدي إلى الأبد، وليس يوجد غير المسيح. الخبز النازل من السماء هو شخص المسيح، هو لو أكلت روحيا، قبلت روحيا، أصبح ليك حياة أبدية، انتقلت من الموت إلى الحياة. ولو قبلت روحيا، ما فيش شبح في حياتك اليومية إلا من خلال علاقتك به، من خلال كلمة الله. تلاميذ لما تخيلوا، بس عشان الناس اللي لسه ممكن تتخيل ان ده كسر الخبز او التناول، كتير من التلاميذ اللي معاه مشوا، شافوا الكلام ده صعب، مين ده اللي هيدينا جسده، مين اللي يقدر يعمل كده؟ فبيسأل ال 12 تلميذ، هذا يعثركم؟ ده صعب عليكم؟ الجسد لا يفيد شيء، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يعني اللي أنا بقوله ده حاجة روحية مش حاجة جسدية. الكلام الذي أكلمكم به هو روح، أنا بكلمك من النطاق الروحي، ولو قبلته سيعطيك إيه؟ حياة. أخاف يكون حد فينا اتعود يجي الكنيسة كممارسة من غير ما يكون قبل خبز الحياة، من غير ما يبقى يكون ليه شبع حقيقي بالمسيح. أخاف لو حد بيسمع يكون الرسالة واضحة ليه ومحتاج يقبل المسيح، بعدين يأجل. خليني أختم بقصة سمعتها من حد من الخدام في مصر، كان عنده خدمة في منطقة معينة، وبعدين وهو بيخدم كان فيه شاب، والشاب ده كان عايش بعيد عن ربنا خالص، فهم كانوا بيزوروا رجل مسن، فالكلام اتفتح والخادم ده وجه كلامه للشاب ده انه يتوب ويقبل المسيح. فالشاب قال له، انا لسه صغير، لسه الحياة قدامي طويلة، يمكن عمه فلان بس أعتقد لأنه خلاص حياته قربت تنتهي، هو محتاج ياخد باله من ده. ده الكلام اللي تقوله له، ومع الخادم ده شباب من الكنيسة. تاني يوم، النهضة بتبقى يومين ثلاثة أربعة، تاني يوم كان في جنازة، فالخادم بيسأل، هي دي جنازة مين؟ قالوا له، انت عارف الشاب اللي كان معاك امبارح؟ مات. دي قصة حصلت، انا مش مألفها او سمعتها او قريتها، دي قصة حصلت. احنا عايشين فعلا في الحياة وبنشتغل وبنهاجر وبندرس وده كويس، لكن في نفس الوقت هل انت
عندك تأمين أبدي. احنا عندنا تأمين على الحياة، الحياة الجسدية، لكن هل انت عندك تأمين على الحياة بعد الموت من خلال خبز الحياة؟ خبز الحياة هو المصدر الوحيد للحياة. خبز الحياة هو المصدر الوحيد اللي يعطي حياة. أنا هو أهي، أنا هو خبز الحياة، أهي خبز الحياة. أتمنى نكون شبعانين وقابلين المسيح، وأتمنى إنه الكلام يلمس كل حد يسمعه عشان كلنا نبقى موجودين مع بعض في محضره لما الحياة تنتهي. خلينا نصلي.